اوكي، الحلقة 77 بارت 1 يا شباب نزلت اخيرا. خلونا نشوفها معاكم اول وبعدين نحللها ان شاء الله. ودي ان الحلقة تخلص في البث، لان بعض الاحيان في البث الترجمة ما تطلع، بعد البث الترجمة تطلع. انتهى البث، انتهى البث، خلاص يا شباب. لا على بركة الله، فجروها باللايك يا شباب اهم حاجة، وتنشر هذا المقطع في كل مكان، وتتأكد انكم فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. بسم الله. وال ماي ماي، في واحد في الماي كأنه. اي والله في واحد في الماي من انفجار. وال وقف وقف وقف، عندهم خطة، في خطة في خطة. وات دايما اسمع موسيقى دارك سو. وصار الدنيا حمراء جحيم. دقة الساعة. الكرسي يا دوا، تعال يا الكرسي. قلت اختفى واحد كحكح. بشار بشار لا تطلق النار، نحن لسنا أعداء. كنيسة تحترق. أوف أوف أوف. انفضحوا انفضحوا، لا هم كانوا يمشوا بهدوء، طلعوا دول يتكلموا سمعوهم. Oh my god. Oh my god. لا لا ذبحهم كلهم. توبقهم تعالوا يلا. Oh my god. ندم ندم شديد. من هو ده؟ كنيسة هني. يو اختفى. Oh my god. اوه ماي جاد. بعد اوه قلت لكم تعاون الجيمان وصل. هذا يا الجيمان يا شباب، يا رب الجيمان يطلع اليوم يا رب. ما اتوقع يطلع، بس يمكن يطلع بالغلط شويه لمحه. وال التعاون وال دام. لا والله ده غير، ده أضخم، ده غير. لماذا يستهدفني أخي؟ هل هو غبي؟ أنقذنا حياتك. الكلمة يا شباب في التسريب هنا. الوقت لك. ياب. رسمياً. اوه ماي جاد. لحظة يشبه واحد من الممثلين الحديد تقريبا. وال 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 الدي جي الدي جي جي. اوح اوح والله مرة قلت لكم محتمل انه يطلع، محتمل انه يطلع. سيوف مايكل جاكسون، مايكل جاكسون متطور يا شباب. شوف كم سيف عنده. دام بيقص رقبته، بيقص رقبات الاسترو. هذا بعد طالع. واو واو، قنبلة طلعت. الحين لايك. Damn, let's go.
بس بصراحة يا شباب بصراحة يعني كم احنا دقيقة كم احنا الان ثلاثة اسابيع حرام عليك ثلاثة اسابيع بس هذا بس يلا خلينا نقول هو قاعد يشتغل على البارت 2 ان شاء الله اسبوع الجاي على طول ما يتأخر. حسيت ان الحلقة قصيرة لانه والله خلينا نشوف الوصف الان. هذا هو كلام دفك بوم بعد رسميا يعني الكاميرامان يتحد مع الجيمان سكواد اللي هو الأربعة الشخصيات هذه يا شباب. إن شاء الله الجيمان بيطلع في الحلقات الجاية. أنا أقول خلاص الحلقة تسخينية بصراحة وأتمنى أن الحلقة الجاية بارت 2 ما تكون تطول. دفك بوم طول واجد على الحلقة زين وما فيها أشياء واجد صراحة يعني مثل ما توقعت يعني كل شيء كان متوقع بصراحة بسبب التسريبات الواجد اللي هو نشرها عجبني لكن هو قال officially رسميا عموما يا شباب خلونا الآن نراجع الفيديو مرة ثانية والسؤال اللي يطرح نفسه الكرسي وش شاف وين راح ومن ساعده إنه يختفي ينتقل. هل هو فتح بوابة لنفسه؟ زين خلينا نشوف شوفوا الآن كيف يا شباب دخولهم. لكن يا شباب دخول فرقة سوات بصراحة والله ماي منخشين تحت الماء جحيم قال له هي ريح دقيقة بعدنا اهجل ننزل رأسك بعدين يا شباب. شوفوا هنا في عمارات ترى اتوقع في مباني موسيقى دي ما ادري موينه. اذا شفتوا العميل السري يا شباب قولوا شوف الساعه الكرسي كان قاعد يا شباب دقيقه برفع الاضاءه والله الكرسي كان قاعد يوم دقت الساعه الكرسي تحرك حلو هنا ما ادري وش فيه لا ما في شيء هنا قاعد احاول اشوف شيء هنا دخل بوابة فتح لنفسه بوابة هو العميل السري بس المفروض لون أخضر يا شباب مو ذا الضوء قاعد حاول أشوف هنا السيارة متكسرة اختفى فجأة هنا في صور بس مو واضحة يا شباب ومثل ما أنتم شايفين النبتة موجودة كأنه تحول إلى نبتة يمكن لأن احنا نشوف الكرسي ونشوف النبتة ما تتحرك لان دولي كحكحوا كأنه كان مستعد انه يطلق بس فجأة اول بيطلق على ايش كان لكن عندنا هنا تقريبا دولة يا شباب هم مو عساكر مو جنود بشر دولة عاديين مواطنين بس سلحوا نفسهم وموجودين هنا عندنا خمس شخصيات كأنه يشبه العميل السري ده لا هذا رجال بعد رجال هي القائد غريبة هنا بنت ورجال ثلاثة رجال يعني وثنتين بنت الآن هم يبغوا يشوفوا لهم مكان أأمن طالعين مكان محترق يبغوا يشوفوا لهم مكان أأمن قال لهم ارجعوا مكانكم لا ارجعوا مكانكم لأن الموضوع خطير هو يعرف أن الموضوع خطير لسه هم جايين هنا بتخفي ما تشوف الكنيسة احترقت وبسبب هم قاموا يتخاطبوا يا شباب شكلهم الأسترو يسمعوا الكلام يسمعوا صوت المخاطبة بوم فجرهم حرفيا نحاول نشوف هني العميل السري وال او ماي جاد تعالوا الحين قرر يقول لهم يلا تعالوا بس ماين ما في أحد السيارة هذه فاضية السيارة فاضية ما فيها أحد جاء تأنيم ضمير الحين أكيد احترقوا اسلحتهم ديها هذا يا شباب شوف كيف جاء اختفى شفتوا كيف يختفي اختفى مجرد ان عرف شافه اختفى على طول جاء من وراء غدره في احد اوه ماي جاد دين ضخم الله رصعها زي الحلاوة أسلحتهم قوية يو سيفد يور لايف لهجة روسية أمريكي بس
انجليزي بس اللهجة روسية. هذا طبعا ترجمة هني لأن بالبرنامج ما تطلع، بس خلاص انتونا اوريدي قريتوها، ما يبغى يأذي أي أحد. حان الوقت ان نكون أصدقاء رسمية. انقلع. نحن لا نسأل. قال لا احنا ما نسأل، نساعدك نساعدك غصب. تحس ان الجيمان فعلا يبغى ينضم هو مع التايتن غصب، لأن هي الطريقة الوحيدة. بلع. ما سوى شيء ذا للإيه. قنبلة قنبلة. صفقة بالكبدي ثاني طبوم. دين. عطى لايك هالمرة. عجبني. Let's go. عجبتني يا شباب. لو تلاحظوا ان الكل عنده سيوف، شوفوا كيف هذا مايكل جاكسون عنده سيوف واجد، كلهم يا شباب السكواد عندهم سيوف. انا بالنسبة لي الجيمان اذا طلع زين، النظرية تقول ان الجيمان اذا طلع بيطلع عنده اطول سيف. والله سيف طويل. ساتور كيز ليزر يبذيو. اصوات احس بتكون عنده اسلحة من اسلحة الاسترو، لانه عرفتوا لانه بايق معدات من الاسترو يا شباب. واعتقد البارت 2 و3 بيكونوا احلى. فجرها باللايك الان واشترك وتاكد انك مفعل جرس التنبيهات، ومع السلامه.